مش المرة الأولى اللي نتكلم مع حضراتكم عن مصري أصيل محترم في جواه من الخير الطبيعي اللي هو في فطرة الإنسانية، ومش المرة الأولى أن نتكلم عن شخص يبدو ببساطة كده وللنظرة الأولى أنه وضعه زيه زي كل الناس اقتصادياً، أكيد بيمر بتحديات كتيرة، لكنه اتحط في امتحان كبير يخص الأمانة ويخص أمانة وتسليمها لأصحابها وينجح ببساطة وبسهولة وبسلاسة ومن غير شعارات. النهاردة بنحكي كمان عن يعني نموذج نفتخر بيه ونحب أننا نعرف حضراتكم بيه، سائق تاكسي في مدينة دمنهور في البحيرة اسمه وائل فرفور. وائل فرفور صوره منتشرة في أماكن كتير وهتلاقي ناس كتير تتكلم عنه بعد ما عمل بالنسبة له هو بسيط جدا، أنه دي صورة وائل اللي احنا نحب أننا نشوفها ونحبه يشتهر. يعني احنا بقالنا فترة كده بنقول انه السوشيال ميديا قد ما ليها عيوب قد ما ليها مميزات كتير، في ناس بتشتهر وهي مستحقة لهذه الشهرة ولهذا الشكر من الناس. دي صورة وائل. وائل ببساطة كده لقى في التاكسي بتاعه شنطة فيها 150 ألف جنيه وفيها أوراق مهمة، غالبا صاحبة الشنطة نسيتها فيها. ببساطة جدا أول ما لقى الحاجات دي داخل السيارة وصل لصاحبتها اللي هي كانت معاه ورجعها لها ببساطة، ورفض كمان ببساطة أنه ياخد أي مكافأة نظير أمانته. إحنا بقى من غير ما نتكلم كتير خلونا نمسي على وائل ونرحب بيه ونقول له منور التاسعة. مساء الخير عليك وائل. مساء النور. هستأذنك بس التلفزيون نوطي صوت وخلينا على طول ندخل في الموضوع، احكي لنا الحكاية. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا وجدت في السياره عندي طبعا كان راكب معايا ناس ووصلتهم، لقيت معايا في السياره اوراق وشنطه. فتحت الشنطه ببص لقيت فيها فلوس مبلغ كبير، وببص على الاوراق لقيتها بتاعت بنتهم مقدمه في كليه في فاروس في اسكندريه. قعدت روحت البيت عادي ما فيش اي حاجه، بنبص بنلف العربيه بتاعتي لقيت الحاجه دي موجوده. طلعت البيت صليت المغرب ورحت نازل على طول، قعدت ادور عليهم في المكان اللي انا نزلتهم فيه. وقعدت بتاع ساعتين كده. ساعتين تدور عليهم انت كمان؟ نشوف لحد ما ربنا اكرمني ان انا لقيتهم. لقيتهم ازاي بقى؟ ما ده اللي محيرني. كانوا هم نازلين رايحين يعملوا بلاغ، من كلامهم ليا رايحين يعملوا بلاغ، ولفوا في الساعتين اللي هم بين الوقت اللي انا سبتهم ورحت لهم كانوا بيدوروا في التاكسيات والعربيات عليا. فما ملاقوش وجود ليا، فطبعا انا ما كنتش نعرف. لما روحت البيت شفت الحاجه طلعت صليت ورحت نازل، ما رضيتش حتى نقعد في البيت نعرف اي حد. خليتها مع نفسي لحد ما نزلت وقعدت نبحث وندور عليهم. فليا نصيب ربنا سبحانه وتعالى اراد انني نرجع لهم بالامانه دي. ده حلو قوي يا وائل. طب عندي سؤال بس، انت بتقول جمله مهمه جدا، ولا كلمت حد ولا حكيت لحد في البيت ولا سالتهم، ليه عملت كده؟ لان وانا بصلي المغرب زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى قال لي رد الامانه ما تترددش يعني. فطبعا انا لو قلت لاي حد طبيعي ان اي شاب او اي حد صاحبي او في البيت او اي حد هيقول لي لا خلي الفلوس خلي اقفل التليفون قطع الورق. وكل ده انا سمحته بعد ما الناس عرفت وظهرت الموضوع بزياده يعني. ما كنتش حابب لحد يعرف، كنت اعملها بيني وبين ربنا، بس من دعواتي في الصلاه وظروف الصحيه وكده لقيت ربنا اكرمني ان انا لحد كده وصلت يعني دعوات الناس الحلوه ديت. لا انت اتعرفت واللي انت بتقوله ده يخلينا نحترمك اكتر يا وائل. انت مش بتقول شعارات. الحمد لله والله. لا انت حقيقي في يعني نموذج مهم جدا، لانه انت مش بتقول شعارات ومش بتقول حاجه، انت بتقول كمان بتشارك بالافكار اللي الناس كلها بتفكر فيها، يعني اكيد جت في بالك. اكيد والله. بس قفلت على نفسك اي مدخل يعني ممكن يخليك لا سمح الله تعمل حاجه ما تغضب ربنا. لا والله ما فيش اي حاجه خالص، اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى اكتر من كده.
مهما كان الفلوس ومهما كان الدنيا الصحة أهم حاجة. رغم إن أنا برضو تعبان وعندي ظروفي ومحتاج برضو جامد ومبالغ وعليها ظروف وفلوس وكده. أكيد أكيد أنا بقول كده من قبل ما أكلمك لأن أنا متأكد كل الناس عندها التزامات وعندها احتياج مادي. طب عايز أسألك يا وائل، لما الناس خدوا الفلوس حقك العشرة في المية بتاعتك دي ما خدتهاش ليه؟ ما رضيتش والله، لاني لقيت اللي هم كانت في الكلام معاهم يعني قالوا لي كانت فلوس رايحه مثلا يعني ظروف عمليه او رايحين دين ماخدينه وكده، فما رضيتش قلت لهم اني مش واخد حاجه، وهم فعلا عرضوا عليا ما رضيتش ناخد حاجه، وانا كنت اساسا محتاج فلوس لان انا دعيت ربنا ان يا رب بكى عليا محتاج مبلغ لان انا محتاج عمليه وعلاج وكده، ما رضيتش قلت لا يمكن عند ربنا يعوضني احسن من كده يعني. انا متاكده انه ده هيحصل يا وائل، ولو انه إن انا ببقى نفسي ان انت كمان تتكافئ على امانتك، وانه اي حد امين يكافئ على امانته. بس احنا شايفين النهارده عوض ربنا في محبه الناس واحترامهم ليك. الحمد لله، واكيد انت هتشوف اكتر واكتر ان شاء الله. كل خير يا رب. الله يخليك. شكرا يا وائل، الف الف شكر. وائل فرفور سائق، نقدر نقول انه نموذج محترم موجود كتير، وما تصدقوش انه مش موجود، وانه الخير موجود كل يوم في تفاصيل ناس عظيمه بنقابلها في كل حته في حياتنا. فوائل واللي زيه هم سبب ستر ربنا علينا في كل حاجه بتحصل. اجمل ما قاله وائل بصراحه مش بس فكره انه شخص امين وانه رجع الامانه، أجمل ما قاله الحتة بتاعت لما قلت أنا طلعت أصلي وبعدين قلت مش هقول لحد مع إني جه في بالي كذا وكذا وكذا، اللي هو اقفل الموبايل يا عم، خد الفلوس يا عم، عمرهم ما يوصلوا لك. البني آدم الطبيعي ده اللي مش خارق، اللي بيفكر وبيوسوس في عقله الشيطان، لكنه شخص تقي وبيصلي وبيعرف ربنا وفي نفس الوقت بيعمل حاجة تدل على ده، ده النموذج الطبيعي الحلو العظيم اللي نحب نطمن نفسنا بيه ونقول هم دول الناس الحقيقية اللي موجودة من غير شعارات كتير. شكرا لوائل، وشكرا لآلاف من الناس الحلوة اللي زيه، للخير فيهم يا رب دايما طول الوقت.